العرب العلوي المحارزي الوجه الآخر للإبداع السينمائي المغربي الشاب، بالنظر لإنجازاته السينمائية والتلفزية التي وقع عليها في مرحلة قصيرة من مساره الإبداعي. إنجازات بدأها مع الكتابة النقدية قبل أن يمر للإخراج ويوقع على 5 أفلام روائية قصيرة، من أهمها شريط إيزوران الذي حصد به جوائز عديدة. هذا قبل أن يوقع على أشرطة تلفزية نذكر منها مسحوق الشيطان والرقاص وبيت من زجاج. كنظن غادي يسبب الجريمة. أما فيلمه الروائي الطويل إندرومان فقد حقق من خلاله المعادلة الصعبة، إعجاب الجمهور ورد النقاد، وهو إجماع قلما يتحقق لعمل من الأعمال. شريط حصل على 4 جوائز في الدورة 13 لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة. ولجت الميدان ديال السينما بشكل عام في سنة 2005، حيث أنني انجزت مجموعة ديال الأفلام القصيرة اللي كانت البداية ديالها بدوزة من السيناريو ديال محمد شويكا، وبعد قمت بفيلم آخر واللي هو ليل دان سيغتان جوغ أو جزيرة يوم ما، ثم بعد ذلك فيلم رونديفا فولي بيليس أو موعد في ويليلي، ثم حبات الأرز اللي غاندو سادغ، ثم بعد ذلك إيزوران في 2008، ثم أعمام الغجرية بطولة ديال زهرة بكغاط والممثلة الفلسطينية شادية حامد. هذه مرحلة ديال الأفلام القصيرة كانت مهمة جدا في حياتي، اعتبرها أعطتني واحد البحث عن منهجية عامة في الإخراج وبحث عن فلسفة خاصة في الإخراج، وما تنعتبرهاش مجرد تمارين سينمائية بقدر ما كنعتبرها بأنها كانت ضرورة ملحة في صياغة المنهج العام والفلسفة العامة ديال المخرج. شو كتسنى؟ بغيتي تقتلني يلا قتل. يلا هضرك، شو كتسنى؟ أرحمة الله شاشي. المرحلة الثانية نقدروا نقولوا المرحلة ديال الأفلام التلفزيونية. جات القناة الأولى مشكورة لأن درت فيها الثقة ونجزت مجموعة ديال الأفلام التلفزيونية، كانت البداية ديالها مسحوق الشيطان اللي حقق واحد النجاح كبير ومازال لحد الان كيدور في الجامعات وفي المدارس باعتباره كيناقش مشكل الكوكايين داخل الاوساط ديال الشباب، ثم كيجي الفيلم الرقاص اللي هو فيلم كوميدي اللي حقق واحد النجاح كبير واللي افتتحوا به الدوره في المهرجان ديال الفيلم التلفزيوني بمكناس، وجا من بعد الفيلم ديال بيت من زجاج اللي جاب طريقه اخرى وبنهج اخر واللي حقق حتى هو كما قلنا واحد النسبة ديال المشاهدة مرتفعة في رمضان ومن غير رمضان. المرحلة الثالثة وهي أهم مرحلة، وهي حينما يدخل المخرج إلى الاحتراف بالمفهوم الحقيقي ويدخل إلى عالم السينما بالمفهوم الحقيقي، وهي تجربة الفيلم السينمائي الطويل. فيلم أندرومان كيجي في هذا السياق كبداية وكافتتاحية الاحترافية بالمفهومها العالمي. فنقدر نقول لك بأن أندرومان بالنسبة لي مدرسة. مدرسة لماذا؟ لأنه من خلاله تعلمت بزاف ديال الأشياء. هذه الأشياء من بين أهمها وهو المنهجية العامة اللي خص تكون عند المخرج، أنه يدير واحد البلاطو المدة ديال 3 شهور عكس الفيلم التلفزيوني اللي كيدوم 21 يوم. فمن خلال هذه التجربة عرفت بأنه المخرج ما خصوش يكون غير مخرج، ما خصوش يكون غير كيفهم في الأدوات التقنية ديال الإخراج، لا، خصو يكون مخرج، خصو يكون أستاذ ديال التواصل، خصو يكون إنسان ديال البسيكولوجي، خصو يكون إنسان ديال الاقتصاد، خصو يكون إنسان ديال الاجتماع، سيكون ملم بجميع هذه الاشياء، لانه المرحله ديال التورناج هي واحد الفتره مصغره ديال حياه الانسان اللي كيعيشها في الجبال لمده ديال 3 شهور. فيلم اندرومان يعني كان الهم الوحيد ديالي هو انه ما نخطاش، ما نديرش فوبا،
ما نديرش واحد الخطوه زائغه منذ البدايه اللي ممكن تاثر على المسار. فاعطيته الوقت ديالو الحقيقي والوقت ديالو اللي يأهلني انني نعطي منتوج متميز. وي عرفت الرجال قرب لهنا نشوف اش داش. كنحاول ما امكن نعطي الجديد. الا ما كانش السينما ديالي غادي تضيف شي حاجه للسينما المغربيه فما غيكونش لي شي لازمه في التواجد ديالي داخل الساحه. إذا كنت فقط غادي نجي انني ندير سينما تشبه الاخر فتنظن بانه ما غنزيدوش بالسينما القدام. فاذا كان كل مخرج كيجي وكيضيف اضافه فهنا كتكون فعلا بانه كل واحد عنده ما يريد ان يقوله وبالتالي كيضيف اضافه متميزه للسينما المغربيه. وما يمكنش تجلى هذه الرؤيه في عمل واحد، خاصها واحد ثلاثه او اربعه ديال الاعمال. ولكن على الاقل نقدر نقول بان الملامح الكبرى بانت في السينما ديالي، بانت من خلال يعني اختياراتي للمواضيع ديالي، بانت حتى من ناحيه ديال الاخراج، حتى من ناحيه ديال اختيار الامكنه. هذه اشياء كتحكم على المخرج وكتخليه انه يكون وفي لواحد الخط تحريري فكري اللي كيعتمدوا باش يعطينا سينما متميزه على الاقل منسجمه مع ذاته. السينما بالنسبة لي هي حلم جماعي، وما دامت كذلك فأنا كنحاول ما أمكن أن الجمهور يكون حاضر معايا في الكتابة، لكن سواء كانت كتابة ديال السيناريو أو كتابة ديال الإخراج، والمتلقي حاضر معايا في جميع المراحل ديال إنجاز هذا الفيلم. لذا فهو جزء من العمل، فحتى يخرج العمل فكيخرج جزء منه داره الجمهور بحكم حضوره معايا. فكنطلب من جميع الجمهور المغربي اللي كيتابع السينما ديال عز العرب العلوي انه يشوف اندرومان، فيلم سينمائي اللي تدار في المغرب العميق. شكرا.